تسفو فيه نار زو زرفان اي ويدو داري فيه ايزرق ذو ترلي ذو مدن زير بدا نرمذي ذنزق غربازا محمد عبدا الريف ثام ورث النغن الشندا وزير ذن الريف ثام ورث النغن السلام عليكم. إيمانا منا بدور لجنة العلاقات الخارجية في إعطاء إشعاع للقضية الريفية، التعريف بها والعمل على تمثيل الشعب الريفي والقضية الريفية على أحسن وجه في المحافل الدولية، وتكريسا للمسار السياسي والدبلوماسي الذي عمل عليه الحزب الوطني الريفي من أجل بناء علاقات أخوية بين الشعب الريفي والشعوب الإفريقية والشمال إفريقيا، خاصة والتي نعتز بالانتماء إليها ونبحث عن سبل التنسيق معها والمشاركة بدورنا في تعزيز الأمن الازدهار والاستقرار فيها، إقرارا منا بقيمة العلاقة التاريخية والاجتماعية وكذا قواسم الدم العرق والأرض التي تربط الشعبين الريفي والجزائري. ستتجلى الأهداف الرئيسية لأعمال هذا المكتب أيضا باعتباره لجنة منبثقة عن المجلس الوطني الريفي في تقوية العلاقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الريفي والجزائري والمبنية على التنسيق والتناسق في الأفكار والأهداف لما فيه خير للشعبين الشقيقين وللمنطقة أجمع. بهذه المناسبة الهامة وباسمنا كأعضاء في المجلس الوطني وكافة أعضاء ومنخرطي الحزب الوطني الريفي والشعب الريفي قاطبة في أرض الوطن والشتات، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة وشعبا على حسن الاستضافة والاستقبال، وهذا ليس غريبا عن مكة الثوار التي لم تتوانى قط عن دعم كافة حركات التحرر في العالم كما وصفها زعيم الحزب الإفريقي أملاكار كابرال. Comme vous le savez, le Parti National Riffin vous représente, vous les Riffins et Riffins. On vous soutient en tant que Riffin et Riffin. Le Parti National Riffin vous soutient, il est là. Nous sommes ici dans notre buurland Algérie. Nous sommes uitgenodigd et nous sommes aan het kijken hoe ze ons kunnen steunen. Wij, Riffijnen, Riffijnen, waar jullie ook zijn. Wij zijn trots op wie je bent. Wij zijn trots op die afkomst. Kom en steun ons. We hebben jullie hulp nodig. Dank jullie wel. Zul, assalamu alaikum. Van een tweede nummer, Arabi Jazair Hurra. Li isal al-Fahim al-Hizb al-Watan al-Rifi. Tahiyya al-Shab al-Jazairi. Al-Jazair al-Sha'na al-Hukumatan. تحية للشعب الريفي وتحية كذلك للحزب الوطني الريفي. النضال مستمر لتحقيق الهدف وهو الاستقلال والحرية. الحرية والاستقلال لأرض الريف أرض الميعاد. يحيى الريف الوطن، تحيا الجزائر، و
ويحيى الحزب الوطني الريفي، والسلام عليكم ورحمة الله. انتظرونا. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.